أما الآن فمع تلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم والقارئ علي دعبل، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم حلول هذا اليوم الفضيل ونسألكم فيه الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. نشكر القارئ علي دعبل على جميل تلاوته، جعله الله من المتمسكين بالقرآن الكريم
وولاية أمير المؤمنين عليه السلام.